يقول السائل: رجل يعمل في بنك ربوي وله دخل آخر ضعيف من غير البنك، فهل يجوز له أن يحج من جميع ماله؟ وهل يأثم أولاده في الأكل والشرب معه؟ الواجب عليه أنه يترك العمل في البنك ويطلب الرزق في مجال آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والأرزاق ولله الحمد كثيرة، فعليه أنه يتوكل على الله ويتقي الله ويترك العمل في البنك. وأما ما سأل عنه إن عنده مال من البنك ومال من غير البنك، يحج من المال لغير البنك، يحج من المال الذي ليس هو من البنك، نعم، ولا يحج بمال البنك، نعم.